تعرض مجموعة من الأشخاص لدهس مروع من قبل سيارة تعود ملكيتها لتأجير السيارات إثر خلاف مروري، ونشب الخلاف بشارع 20 غشت قرب ساحة بيجوان حول من له الحق في الأسبقية بين سيارتين، الأولى فيها شخصان في حالة سكر طافح، والثانية بها فتاة وثلاثة أشخاص في نفس الحالة. وتفاقم الخلاف على طول الطريق حتى وصلا إلى قسم الديمومة على مستوى شارع واتسوس، وقد أقدم مرافق صاحب السيارة على دهس الفتاة ورفاقها الذين كانوا مترجلين في طريقهم لإبلاغ الشرطة، وآثار الحادث هلعاً وخوفاً كبيراً وفوضى في المنطقة، إلى أن يقظة رجال الأمن حالت دون وقوع الكارثة، وقد تم إيقاف الجاني ونقل المصابين إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بكادير في حالة خطيرة. وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث لتحديد ظروف وملابسات الواقعة وتطبيق القانون في حق كل من تبث تورطه.